في نفس المقابلة التلفازية شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا قوة إقليمية فاعلة حاليا، وهدفهم أن تصبح قوة عالمية، ذاكرا أن تركيا أكبر من تركيا، أي أكبر من حدودها الآن التي على حد تعبيره. وشدد أن تركيا باتت قوة ضمن أو تضمن الاستقرار عالميا وليست واحة فقط لهذا الاستقرار، مبينا أن كفاحها اليوم هو من أجل أن تصبح تركيا القوة العالمية. وأردف: سنواصل السعي بلا كلل ولا ملل من أجل السلام والهدوء والازدهار وأيضا الاستقرار في منطقتنا وخارج منطقتنا.